الجمال أراه الحب مختزلا مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مكتملا مكتملا كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا يا ليبيا يا ألما يا ليبيا أملا أهدي إليك حنايا الروح والقبلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج موطني كل سنة وأنتم بصحة وسلامة بمناسبة العام الهجري. مشاهدينا الكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عامنا الحالي عام مختوما لنا فيه بالعفو والغفران، واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر. كل عام وكل لحظة وأنتم إن شاء الله من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين. اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم، عام جديد بدون فقدان الأهل والأحبة، عام جديد بإذن الله مليء بالسعادة مع من نحب. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وبداية زي العادة بأبرز وأهم العناوين. توقيع مشروع توسعة محطة خليج البمبا بأم رزم. وأيضا في هذه الحلقة لدينا منفذ غدامس البري يعود للعمل من جديد. وفي الجزء الأول من القضية الصفرة تحت السيطرة. أما في الجزء الثاني من قضيتنا حرائق وادي البلاد ببنوليد تقضي على معظم الأشجار. قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني على صفحتها على الفيسبوك إن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وعللت الوزارة تأخر النتيجة لعدة أسباب أهمها وجود مئات من الطلبة النازحين الذين تقدموا للامتحانات في مدارس مختلفة وبدون ملفات دراسية أو حتى أعمال السنة. أيضا خبر آخر مشاهدينا الكرام، وقعت بلدية أم رزم على مشروع تنفيذ توسعة محطة خليج البمبا لتحلية مياه البحر مع الشركة العامة لتحلية المياه بتوريد وتركيب 3 وحدات تحلية بقدرة إنتاجية 30 ألف متر مكعب يوميا. بلغت قيمة العقد حوالي 105 ملايين و723 ألف دينار ليبي، والذي سينفذه شركة فاتيك النمساوية. وتعاني بلدية أم رزم والمناطق المجاورة لها من نقص في مياه الشرب منذ سنوات طويلة، وذلك بعد توقف محطة خليج البمبا بالبلدية والتي تم إنشاؤها عام 1983. نحن اليوم داخل بلدية أم رزم، وذلك من أجل حضور مراسم توقيع عقد توريد عدد 3 وحدات لمحطة تحلية المياه بمدينة بلدية أم رزم، بحيث تصل القدرة الإنتاجية لها جميعا 30 ألف متر مكعب في اليوم لتغطي متطلبات وعجز المياه بمناطق هذه البلدية. هذه البلدية تعاني من شح في مصادر المياه. أتقدم بجزيل شكري للسادة القائمين على مراسم توقيع مسودة التعاقد لإنشاء مشروع محطة خليج البمبا بسعة إنتاجية 30 ألف متر مكعب. كما يطيب لي أن أتقدم بجزيل شكري للسيد رئيس الحكومة المؤقتة بتكرمه بإصدار كافة القرارات المتعلقة بإنجاز هذا المشروع. تجديد محطة التحلية بخليج البمبا بإضافة 3 وحدات إنتاجية جديدة بقدرة إنتاجية قدرة 30 ألف متر مكعب. هذه المياه سوف تمتد من التميم شرقا حتى تصل إلى الساحل الشرقي في مدينة درنا غربا، تقضي هذه المنطقة بالكامل. سكان هذه المنطقة عانوا من 15 سنة من نقص وشح المياه. المحطة وقفة تماما، وهو
المصدر الوحيد. طبعا البلدية دي عانت الكثير، عانت من نقص المياه، لها حوالي 7 سنوات لا توجد أي موارد مياه. المحطة الموجودة كانت هي البلدية كانت معتمدة اعتماد كلي على المحطة الموجودة. طبعا المحطة الآن خرجت خارج خدمة، تعتبر في 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 جهة العدم أو في وضع العدم. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذا الموضوع. زي ما قلت، هذا نعتبره هو الخطوة الأولى والنبلة الأولى في 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 التجسيد أو في حل مشكلة المياه. بعد 5 سنوات من إغلاقه من الجانب الجزائري، يعود منفذ غدامس البري للعمل مرة أخرى. وقال العميد عبد الحميد أنه قد تم تشكيل غرفة أمنية مشتركة تجمع كل الأجهزة الأمنية للإشراف على حركة الدخول والخروج المسافرين من ليبيا إلى الجزائر والعكس. تم استئناف العمل بمنفذ غدامس البري بإعداد خطة أمنية مشتركة بجميع الأجهزة الأمنية والضبطية العاملة بمنفذ غدامس البري، وإعداد خطة أمنية شاملة لتأمين المنفذ وتسهيل حركة المسافرين. سبها الجنوب ليست استثناء، بل المتضرر الأكبر هي من بنية الكهرباء التحتية المهترئة، فنصيبها من الإظلام التام سجل فيه أعلى مستويات له في مرات عديدة، فقد تغيب الكهرباء وبكل بساطة لأكثر من 50 ساعة، ولا تزال الكهرباء تسجل انقطاعا كبير فتصل إلى 15 ساعة يوميا. كاميرا موطني التقت بعضا من أصحاب رش الحدادة والنجارة لنتعرف على تفاصيلهم وحياتهم اليومية دون ضوء. انعكس انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر على كل مناحي الحياة في مدينة سبها، ولعل ورش النجارة خير دليل على هذا التأثر. يحاول النجار عماد كل يوم مسابقة الزمن وإنجاز أعماله قبل انقطاع الكهرباء، لكن الأخيرة لا توافق عمله دوما فتنقطع ليقف عمله وينتظر لساعات طويلة. والله بالنسبة لتأثير الضي تأثير سلبي شديد على بالنسبة للعمل وبالنسبة للخدمة، يعني دار فروقات واجدة، يعني بالنسبة كمواعيد تسليم كعمل مفروض ينجز في وقته فسبب تأخير يعني كبير جدا. يعني فروقات الضي دي، يعني الضي يبدأ قياس فيها دي، ما نبدأ نديره مثلا في الخدمة اللي تبدأ خفيفة أو خدمة اليدوية اللي ما تحتاجش كهرباء، يعني أو خدمة مثلا تبدأ مجهزها من قبل ووقت يقص الضيب تبدأ تخدم فيها وجهز فيها. يعني هذا في خسائر، لأن خسائر تأخير عمل. في ركن آخر من المدينة يسارع الحداد محمد أيضا لينجز ما استطاع من الأعمال قبل انقطاع الكهرباء، ولكن كالعادة تنقطع الكهرباء ليقف عمله، فقد تأثر لاختلاف المواعيد، كما يتكبد كل يوم عناء توفير مستحقات العاملين عنده رغم أنهم لا يعملون الساعات المتفق عليها. في التأخير قلت لك مواعيده مشكلة تولية 4 أيام ولا 5 واقفين بلا خدمة، فيش ضيق، محسوب العامل يوميته محسوبة، حتى كان ما اشتغلش هي محسوبة يوميته. بايش بدك مولد؟ إمكانيات ما ضروري كبير مولد، وطبعا بعد يقص الضيق قلت لك العامل أول حاجة يوميته دي ماشية يوميتها، كان ما دخلتهاش انا من الشغل بنعطيها لي من جيبي، لكن بعد يبدا في الضيف في الشغل الحمد لله يعني في ربح. في سبها تنقطع الكهرباء لاكثر من 15 ساعه، وفي احيان كثيره تنقطع بشكل كامل لايام، الامر الذي تصعب فيه الكثير من تفاصيل الحياه، ولا تبدو في الافق اي بوادر لحل ازمه الكهرباء والتي تشتد في مدن الجنوب خاصه خلال اشهر الصيف. استقبل جهاز الحرس البلدي بصبراتة الأسبوع الماضي طلبات متدربين لدورة ضباط الصف بالجهاز، وأجريت امتحانات المفاضلة للمتقدمين بالدورة التدريبية والتي تستهدف 100 عنصر سيتم تدريبهم ليكونوا ضباط صف تابعين لفرع جهاز الحرس البلدي صبراتة. تقدم لهم هذه الدورة قرابة 400 متدرب سيتم اختيار 100 تقدم لهذه الدورة أكثر من 400 متدرب سيتم اختيار 100 منهم وفق الشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة المكلفة بفرز هذه الملفات. المزيد في التقرير التالي.
أجريت اللجنة المشكلة من جهاز الحرس البلدي صبراتة لقبول متدربين لدورة ضباط صف بالجهاز امتحانات المفاضلة للمتقدمين لهذه الدورة. الدورة تستهدف 100 عنصر سيتم تدريبهم ليكونوا ضباط صف تابعين لجهاز الحرس البلدي صبراتة. تقدموا لهذه الدورة قرابة 400 متدرب، سيتم اختيار 100 منهم وفق الشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة المكلفة بفرز هذه الملفات وإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين. تمثلت شروط القبول حسب اللجنة القائمة على ذلك في أن يكون المتقدم لائقا صحيا، ويفضل من لديهم مؤهلات علمية، ويكون لبقا وحسن الخط. أجريت للمتقدمين امتحانات تحريرية ومقابلات شخصية ليتم الاختيار وفق ما يتماشى مع متطلبات الفرق. نجري امتحانات قبول ومقابلة شخصية لمجندين من رجال الحرس البلدي. طبعا هذه الدفعة صدرت لنا أوامر السيد عميد بلدية صبراتة بتجنيد 100 عضو، وفتحنا باب القبول، فكانت الطلبات الحقيقة كثيرة جدا، أكثر من 600 متقدم نظرا لما يعانيه الشباب من بطالة في السنوات اللي مضت كلها. فلقينا أرواحنا قدام عدد كبير من الشباب الباحث العمل، والآن نحن نجري في امتحانات قبول ومقابلة شخصية على أن ننتقي من بين هؤلاء عدد 100 عنصر. بتخفف العبء على المنتسبين القدامى، يعني بتدف معاهم في عجلة العمل الأمام، وبتخلي يعني فرع الحرس البلدي ببلدية صبراتة يعني متقدم جدا. ولكن كنا نعانوا صراحة، كنا نعانوا من نقص في الأعضاء، ولكن تو إن شاء الله يعني بعد الدماء الجديدة هذه إن شاء الله يعني تتوفر عندنا جميع الشروط، ويعني نخدمه بجد وبأمانة ومصداقية في بلدية صبراتة. تهدف هذه الدورة إلى ضخ دماء جديدة في جهاز الحرس البلدي الذي يفتقر إلى العناصر الشابة، حيث لم تجر أي دورة تدريبية منذ سنوات. كما تهدف الدورة إلى بذل مزيد من العطاء والعمل لضبط المخالفات والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من خلال جهود هذا الجهاز الذي يشهد له بالعمل وسط كل هذه الظروف. قامت جمعية الهلال الأحمر بصرمان اليومين الماضيين بحملة تعقيم استهدفت وحدة غسيل الكلى بمستشفى المدينة التعليمي. الحملة أيضا استهدفت تعقيم أجهزة الغسيل والمبنى من الداخل والخارج حفاظا على سلامة المترددين على الوحدة والذين يبلغ عددهم أكثر من 70 مواطنا. تواجد هذا اليوم الساعة 4 داخل وحدة غسيل الكلى بصرمان لتعقيم الرش وتعقيم الوحدة، من حيث أن فترة الصيف تكثر الحشرات والأمراض المتنقلة الأمراض، فإحنا من واجبنا الإنساني والعمل الخيري نقوم بين الحين والحين بحملة لتعقيم هالقسم. قسم نلاحظ أنه يخدم في المنطقة الغربية، مش مرضى أهل صرمان. يوجد توا 72 حالة من بعيسة من مطرد لمنطقتنا صرمان. نتمنى الصحة والعافية لأهلنا بمنطقة صرمان ولأهلنا في ليبيا. طبعا هي المواد اللي نعقب بها اللي هي سايدكس من أمور طبية وعلمية، واخدين من أحد الأطباء بمنطقة صرمان، حيث تم دراسة المادة اللي نعقب بها وخفف بسمة الثلج حتى للمريض اللي قاعد غضوة حيغسل. فإحنا دائما وجودنا وعمل إنساني، كل 6 شهور مفروض تعقم الوحدة، لكن نظر للظروف اللي تمر بها وإحنا نمر بأزمة ما فيش حد مساعدنا. سوف يقوم عمل الهلال الأحمر بعملية تعقيم لوحدة الكلى بمستشفى صرمان التعليمي، حيث كان المعدات ناقصة شوية، لكن بإذن الله سيتم العمل بمجهودات ذاتية وبالتعاون مع بعض الشباب المتطوعين. أولا أنا طبعا نحب نقدم
المسؤولين في الجمعية الهلال الأحمر بأن طبعا ما فيش دعم وما فيش حتى يعني موقع ومكان للهلال الأحمر فرع صرمان، فنحب أن نقول للمسؤولين أن احنا كشباب متطوعين يعني يلزمنا مكان يعني نتواجدوا فيه، ونشد على يدي أي أحد يحاول أنه هو يساهم في إثراء العمل الخيري في مدينة صرمان. قام فريق رواد الخير للعمل التطوعي بغدامس بحمل الطلال الجدران الواقعة في جهة شبين بجرسان بالمدينة القديمة لإزالة ومسح الكتابات والخربشات من قبل بعض الزوار والمواطنين، والتي سببت تشوها للمنظر الجمالي للمدينة القديمة. شفتوا الخربشات هادو؟ طبعا احنا اليوم قاعدين في المدينة القديمة. زدت الكمية. عفوا انت في الجهة الثانية. اصبر. فريق رواد الخير غدامس قمنا اليوم مبادرة بعنوان من أجل جوهرتنا غدامس. هذه المبادرة تأتي لإزالة الخربشات والتشويهات على جدران مدينة قديمة غدامس. احنا طبعا كفريق جينا اخذنا الجير وعبيناه بمية طبعا وخلطناها، طبعا درناها كزي زواق للجدران، وإن شاء الله فريق رواد الخير كلهم فرحانين بهذه المبادرة وكلهم حماسيين بعمل تطوعي وروح جديدة وعطاء. اليوم احنا عندنا هنا في المبادرة جديدة اللي هي من أجل جوهرتنا، وهي تتضمن هذه المبادرة طلاء الجدران بعض جدران المدينة القديمة بسبب بعض التشوهات اللي صاروا لها، وهي كتابة بعض الزوار للأسف يقوموا بخربشات وكتابات على هالجدران، سببوا للأسف في تشويه المنظر الجميل ومنظر الجمالي للمدينة القديمة. فكان احنا مبادرتنا هي الهدف منها ولو بالبسيط عودة جماليات، نرجعوا جماليات جدران المدينة القديمة من خلال طلاء هذه الخربشات وإزالتها. فكانت مبادرة رائعة، أجواء رائعة من أجل جوهرة الصحراء مدينة غدامس. شكرا ياسين، وشكرا أيضا لكل مراسلين اليوم اللي كانوا معنا في الحلقة، نوري بالحاج والذي أبدع أيضا في تقارير صبراتة، عبد المنعم الجهيمي من عاصمة الجنوب سبها، وأيضا نكرر الشكر الذي كان في البداية لكل مراسلين في كافة البلديات، وأيضا نقوم ونقول لهم كل عام هم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى القضية. سجلت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الأسبوع الماضي حالات إصابة بمرض الصفراء المعدي ببلدية درنة وضواحيها، الأمر الذي أقلق سكان المدينة، غير أن وزارة الصحة أصدرت بيانا قالت فيه إن الحالات التي تم تسجيل إصابتها بالمرض ليست حالات خطيرة. المزيد في التقرير التالي، ثم نعود إليكم من جديد مشاهدينا لاستقبال ضيوفنا لنعرف ما هو مرض الصفراء وما هي مسبباته وظروف الوقاية منه. سجلت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الأسبوع الماضي حالات إصابة بمرض الصفرة في مدينة درنة، وعزت الوزارة في تقرير لها أسباب الإصابة بالمرض إلى عدم تقيد بعض المطاعم باشتراطات السلامة الصحية ومياه الشرب، ما أدى إلى وجود بعض الحالات المصابة بمرض الصفرة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بمرض الصفرة بلغ 17 حالة من مدينة درنة وضواحيها، منها حالة واحدة من بلدية أم رزم، وحالتان من بلدية القبة، وأخرى من الجيجب. وبينت الوزارة أن هناك 4 حالات موجودة داخل مستشفى الوحدة، أما باقي الحالات فتتردد على العيادة الخارجية، في حين لم تسجل رسمياً أي حالة وفاة. وقد طمأنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المواطنين في بيان لها بأن الحالات التي تم اكتشافها ليست بالخطيرة، وأن الأمور تحت سيطرة مركز مكافحة العدوى والرصد والتقصي، وأكدت على استقرار الأوضاع الصحية بدرنة. وأضافت صحة المؤقتة أن مجمل الإجراءات العلاجية التي قدمت لجميع الحالات التي راجعت المستشفى والحالات التي تم إدخالها للمراقبة
استقرت أوضاعها الصحية. وأكد وزير الصحة سعد عجوب أن الوزارة تتابع مؤشرات المرض على مدار الساعة، مشيرا أنه أصدر تعليماته لمكتب مكافحة العدوى بالوزارة وعدد من فرق العمل الطبية والصحية بمدينة درنة والمتمثلة بمكتب الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع بسرعة العمل على احتواء حالة الإصابة بمرض الصفرة. وقال عجوب إن الفرق الطبية الصحية قد باشرت مهامها في علاج المصابين بجانب قيامها بمتابعة كافة البلاغات الواردة من المرافق الصحية ومعدل الاستجابة ومتابعة عمليات التقصي المرضية، كاشفا بأن التقارير الدورية الواردة عن عينات من المصابين بالمرض ناتج عن تلوث غذائي وعن تلوث في مياه الشرب. كما طالب عجوب إدارة الخدمات الصحية بدرنا بتفعيل دور المفتش الصحي بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي في تكثيف الحملات على الأسواق والأماكن والمطاعم التي تعرض أغذية مجهولة المصدر، مع الضبط الفوري لأي مادة غذائية يتم الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك البشرية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستقبل في البداية عبر الهاتف من درنا الأستاذ أحمد الحاج مدير مركز الأمراض السارية بدرنا. دكتور أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. في البداية أهالي درنا يحبوا أن يطمنوا في البداية، يعني هل يعتبر هذا الموضوع خطير وهل هناك احتمالية لأن تنتشر العدوى بهذا المرض داخل بلدية سبها أم لا، داخل بلدية درنا أم لا؟ لا هو السبب خطير ومرض يعني بسيط، حتى الحالات اللي انتشر حالات بسيطة يعني ما فيش على مدى من 8 من 27 7 إلى هذه الساعة حالات بسيطة يعني. نعم يعني هنا يعني نقدر نقول أستاذ أحمد بأن الموضوع ما فيش خطر، نطمن الناس أن الموضوع ما هوش بالخطورة الكبرى يعني. لا ما فيش خطر. نعم عرفت ما فيش خطر يعني. نعم عبارة عن يعني حاجة بسيطة. تمام، هذه الحاجة البسيطة كيف وصلت لبلدية درنا؟ شنو الأسباب اللي خلت هذا المرض يدخل إلى درنا؟ يعني هذا المرض يعني يعتبر شبه أصبح نادر تواجده في ليبيا من سنوات يعني. قلت لك البنية التحتية شوية عرفتني ضعيفة شوية عرفت؟ يعني حالات ممكن كان من التلوث الغذائي عرفت؟ من المطاعم. نعم فهمتني؟ اها شنو الخطوات أستاذ أحمد اللي اتخذها يعني مركز الأمراض السارية بعد يعني وصول الأنباء عن هذا المرض؟ ما هي الخطوات الرئيسية التي قمتم بها؟ خذينا مثلا كشف مثلا عن الحالات المكتشفة والتبليغ عن المرضى عرفت؟ تقدير الأدوات بتاعت المريض عرفت؟ نعم شكلنا لجان للمسح وفي لجان للمساحة البيئية. نعم سيد أحمد يعني دائما وما هو معلوم بالعالم بأسره ومن قديم الأزل يعني عند انتهاء الحروب في مكان تكثر الأوبئة والأمراض بسبب يعني المخلفات الحرب، هذه القذائف بسبب الجثث التي رميت في الشوارع لأيام طويلة، يعني هذا دليل أن هناك يعني ضغط عليكم في العمل خاصة في الفترة الماضية. كيف تعاملتم مع كافة هذه الظروف التي مرت بها درنا خلال الأيام الماضية والسنة الماضية تحديدا يعني؟ السبب نقل المرض هذا يكون عن طريق المخلفات البشرية. نعم. عرفت البراز يكون عن طريق التلوث الغذائي، يكون عن طريق تلوث ال 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 الغذائي مثل الخضروات اللحوم. نعم. المخلفات البشرية يعني مش. نعم السيد أحمد الحاج مدير مركز الأمراض السارية درنا شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الحلقة. أذهب مشاهدين الآن لأستقبل عبر السكايب الأستاذ معتز الطرابلسي مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة والحكومة الليبية المؤقتة. أستاذ معتز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الحمد لله. أستاذ معتز في البداية يعني كيف تعاملت وزارة الصحة
مع هذا الخبر وهو مرض الصفراء والتي انتشر وتم الحد منه داخل بلدية درنة؟ نعم، في البداية نتمنى الصحة والسلامة لكل أهالي مدينة درنة وكذلك لكل ربوع ليبيا شرقا وغربا وجنوبا أيضا في مثل هذه الأوبئة وهذه الأمراض. نتمنى دائما السلامة للجميع. فيما يخص وزارة الصحة، كانت ربما سباقة من أول حالات ظهرت في مدينة درنة بتشكيل فرق الرصد والتقصي وكذلك فرق الاستجابة السريعة وصولا إلى مدينة درنة، وكانت اللجنة قائمة بدورها من خلال هذه الفرق والتعاون مع إدارة الخدمات الصحية المتمثلة في مدينة درنة وكذلك مركز الأمراض السارية. تم حصر الحالات الأولى عند ظهور المرض، وبدأت عملية الرصد من خلال حصر الآبار بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية متمثلة في عميد البلدية وأيضا جهاز الحرس البلدي والأجهزة الخدمية والأمنية داخل المدينة من أجل البحث على السلامة الصحية خاصة داخل المطاعم. درنا غيبت سنوات كثيرة من تفعيل جميع مؤسسات سواء كانت الرقابية أو الضبطية، عادت الآن من خلال دور جهاز الحرس البلدي بالتعاون والاشتراك المباشر مع وزارة الصحة. الآن الفرق تقوم بواجبها بما عليها، وربما الحالات التي سجلت وفقا للبلاغات الرسمية، ربما أهل درنا يقول أن العدد أكثر من 17، ولكن البلاغات الرسمية من خلال حالة الفزع وحالة التي حصلت لدى أهالي مدينة درنة، ربما هذا المرض حدث خلال السنوات السابقة وفي التسعينات وغيرها، ويحدث في كل مكان وحينما تصبح البنية التحتية المنهارة أو مياه الصرف الصحي باختلاطها مع المياه الجوفية يحدث هذا المرض. ولكن كان لا يوجد فيسبوك، هو الذي أثر على طبيعة عمل وزارة الصحة والذي أثر على عمل اللجان داخل مدينة درنة من خلال الرصد والتقصي. كثرت الإشاعات، تداول الخبر بشكل كبير جدا، أفزع الناس، اتجه الناس ليس بشكل مباشر إلى المرافق الصحية وإدارة الخدمات الصحية أو مستشفى الوحدة، اتجه الناس إلى المختبرات بشكل مباشر من أجل الاطمئنان على صحة أبنائها، مما شتت عمل اللجان وعمل التقصي. أصبحنا من خلال هذه الفترة وفرق التقصي تعمل على طريق المختبرات ومراجعة المختبرات الخاصة، أقصد القطاع الخاص، نعم، والعمل على حصر هذه الحالات. الآن تم ولله الحمد حصر جميع الحالات المصابة. طرق الوقاية تقوم إدارة الخدمات الصحية من خلال مكاتبها الإعلامية وخاصة مكتب التوعية والتثقيف الصحي من خلال وزارة الصحة بنشر التوعية والإرشاد. السبب الرئيس والعامل المشترك بين كافة الحالات وهو ربما المطاعم، هذا ما ثبت علميا وطبيا وصحيا من خلال الفرق الرصد والتقصي وايضا من خلال فرق الاستجابه السريعه ومن خلال المختبرات المرجعيه في مدينه درنة، ان العامل المشترك هو مطاعم او تناول نوع معين من الشاورما او الدجاج كانت محصوره في هذه الحالات كلها. نعم. محصوره. ولكن لا ننسى ايضا تلوث المياه في مدينه درنة، ربما الان اخذت عينات من كل الابار داخل مدينه درنة. ربما هناك العديد من الشكوك ان مدينه درنة غيبت الفتره الاولى، اصبح نتيجه نقص المياه الشرب، الحفر العشوائي للابار ربما دخلت على مياه الصرف الصحي، كل هذا نعم. تثبته لجان الرصد والتقصي ايضا مع الحرس. كيف تعاملتم سيد معتز؟ يعني الان نتابع الاخبار، كان هناك اجتماعات في بهذا الخصوص، اكد السيد بالحاج ان عدد الاصابات 17 بالصفراء اي، كان نقول ننطق فيها صح ولا لا، الصفراء يعني اي صحيح. تمام. الوزاره كيف تعاملت مع هذا الموضوع تحديدا بعد ما وصلكم البلاغ؟ نعم، تعاملنا تعامل كتعامل اي لجان تقصي ورصد في الوزاره. نعم. لدينا مكتب خاص اسمه مكتب مكافحه العدوى. نعم. اصدر وزير الصحه تعليمات فوريه لمكتب مكافحه العدوى بالوزاره بالتواجد داخل مدينه درنة، وتواجد فعليا داخل المدينه من خلال الجولات الميدانيه من خلال. نعم. التعاون مع مركز الامراض الساريه ومكتب الامراض الساريه بالرعايه الصحيه الاوليه. وجدنا انهم قائمين بدورهم، الخطوات كانت ثابته لمركز الامراض الساريه في درنة التابع الى اداره الخدمات الصحيه، مشكورين منهم دكتور احمد وخالد الشيخ واداره الرعايه بصفه عامه من خلال توجيهات وزير الصحه. نعم. استندنا على 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 ما قاموا به من خطوات، وتم استكمال ما تم استكماله وهو ابار مياه الشرب. نعم. ايضا اكتشفنا وللاسف الشديد وانا اقول اكتشفنا ان عينه من المياه المعدنيه، احدى المياه المعدنيه التي تتداول في السوق المحلي وهي ملوثه غير مطابقه للمواصفات. سميها باش يعني نوعوا حتى المواطن هنا يا استاذنا. نعم.
نعم لم يتم تحديدها الان، لم يرد التقرير، سيصل تقرير مفصل. لجنه التقصي والراصد من خلال اجتماعنا مع الاجهزه الامنيه والخدميه اكدوا لنا ان التقرير سيكون جاهز يوم الثلاثاء القادم. نحن ننتظر التقرير النهائي، لا نريد ان نتدخل في عملهم من خلال تحديد العينات او الاسباب، حتى يتم تحديد باقي العينات وتحديد الابار وتحديد مياه الشرب ايضا من خلال الشركات الخاصه. نحن المواطن يشتري في ماء على اساس انه ماء معدني معقم، اكتشفنا ان احدى هذه العينات ملوثه. من خلال التقرير النهائي نستطيع مخاطبه الجهات الرقابيه الضبطيه بتنفيذ ما يمكن تنفيذه. ربما حيتم اغلاق العديد من الابار التي حفرت بشكل عشوائي وبدون اجراءات رسميه من الدوله، من خلال المرافق، من خلال الاسكان، من خلال جهاز الحرس البلدي. نعم، هناك وزاره صحه، يعني درنا يعلم الجميع ما مر على درنا خلال الفترة الماضية، مخلفات الحروب، الجثث في الشوارع، حتى هذا اليوم العديد من المنازل مدمرة داخل مدينة درنا. يعني هذا كله يعتبر بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية. هنا الحديث عن تعامل الوزارة بصفة عامة، ليس مع الصفراء ولكن بصفة عامة مع المخاوف من انتشار أوبئة داخل درنا، كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟ الحديث هنا عن درنا، الحديث عن بنغازي وبعض الأحياء المدمرة التي مرت بحرب لسنوات، أيضا الحديث عن كل هذه المدن التي مرت بحرب. هنا دور وزارة الصحة، الجميع يعلم سيدي الكريم أستاذ معتزنا في هذه النقطة، هي بعد يعني نهاية حرب في أي مدينة أول الأجهزة التي تدخل هي الأجهزة الأمنية وأيضا القطاع الصحي. كيف تتعامل وزارة الصحة فعليا مع درنا اليوم؟ نعم، فيما يخص وزارة الصحة من خلال بعد تحرير القوات المسلحة لمدينة درنا، كنا سباقين، أول قطاع في مدينة درنا يفعل بشكل رسمي من خلال المركز الصحي، من خلال جهاز الإسعاف والطوارئ التي كان خلف القوات المسلحة. نعم. قبل أن يتم إدخال المواطنين إلى مناطق النزوح التي نزحت منها أثر الاشتباكات على الجماعات الإرهابية وتحرير المدينة، دخلت فرق مكافحة العدوى، أخذنا عينات بالكامل من كل الأحياء التي شهدت اشتباكات عنيفة أو بسيطة، تم أخذ عينات من الأطباق الهوائية والأطباق الهوائية، يعني أخذ عينات من الجو. ولله الحمد وتقرير موجود لدى وزارة الصحة بالكامل وموجود لدى إدارة الخدمات الصحية درنا، يمكن مراسلكم يقدر يذكر فيه بشكل أوفى. لم يجد تلوث في الهواء ولله الحمد، لم تجد هناك أي تلوث بيئي معين. هناك طفح طبعا نتيجة الحرب، كان هناك العديد من النفوخ في عدد من الحيوانات أثر الاشتباكات، عالجتها من خلال شركة الخدمات العامة والباقي الأجهزة التابعة لبلدية درنا من خلال شركة الخدمات العامة وباقي الإدارات الخدمية داخل المدينة. عميد البلدية على تواصل مستمر معه من خلال حل الاختناقات. فيما يخص ما قدمناه إلى مدينة درنا في الوقت الحالي، مدينة درنا ستشهد ربما خلال الأسبوع القادم افتتاح مستشفى الوحدة درنا بتجهيز كامل من قبل وزارة الصحة، وكذلك بتعاون ومجهودات تشكر من الأستاذ إبراهيم عزوز مدير عام المستشفى. ستفتح عيادات خارجية مجهزة على أعلى طراز لا توجد في أي مدينة أخرى، وأنا أقولها صراحة، وستشاهدون ربما مراسلكم سيغطي الحدث الافتتاح خلال الأسبوع القادم، مجهزة سيكون العمل بها خلال 24 ساعة باسم الباطن، وافتتاح مركز صحي جديد. بعد الحرب أول وزير الصحة دخل، افتتحنا مركز صحي جديد في مدينة درنا بعد انتهاء وتحرير المدينة وإعلان القيادة العامة للقوات المسلحة تحرير المدينة بالكامل، افتتحنا فيها مركز صحي. المدينة تحتاج الكثير، لا ندعي الكمال، الوضع الصحي صعب نتيجة الانقسام السياسي، نتيجة لعدة انقسام في مصرفي ليبيا المركزي، ولكن قمنا بدورنا على اكمل وجه داخل مدينه درنا. وانا اتحدث معك وانا ابن هذه المدينه. نعم. والرائد لا يكذب اهله، وانا اؤكد مدينه درنا ان الاوضاع الصحيه ستستقر خلال الايام القادمه. نطمئن الجميع ان وزاره الصحه قائمه بدورها بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه على تواصل مستمر، مع الدبليو او، مع اداره التعاون الدولي بوزاره الصحه، مع وزير الصحه على تواصل مستمر ايضا، وانا متواجد حاليا بتكليف مع وزير الصحه في مدينه درنا مع لجان الرصد والتقصي. نعم. عند ساعات متاخره من الليل تابعنا القطاع الخاص والعام، أمس سجلت فقط 3 حالات ولم تسجل داخل المستشفى للأسف، أن توجه الناس إلى المختبرات بشكل مباشر. أصبحنا نتابع حتى المختبرات الخاصة، سجلت 3 حالات فقط في مختبر الرازي وأيضا مختبر حالتين في مختبر الرشيد. الأوضاع مستقرة، لا يدعي أن هذا الموضوع، لا نقول أن هناك حالات، نحن نؤكد أن هناك حالات، ولكن البلاغات الرسمية التي وردت 17 حالة، هناك ربما حالات لم ترد إلينا بشكل مباشر وفق للجهات الرسمية سواء مستشفى الوحدة أو إدارات المراكز الصحية التابعة لنا، لكن لا توجد خطورة، نؤكد لا توجد أي حالة وفاة.
نتمنى الصحة والسلامة دائما لكل أهل. سيد معتز، يعني خليني نستغل وجودك معي في حلقة اليوم بما أن تطمننا على درنا والقادم في درنا. دعني أخرج عن سياق هذه القضية وموضوع القضية. نعم. رأي وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة عن القرار الصادر المدة الماضية بزيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة. نعم، فيما يخص كنا ربما وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة أصدر نعم. قرار رقم معالي وزير الصحة عن طريق مجلس الوزراء نعم. قرار رقم 399 لسنة 2019. ربما هذا القرار يقضي بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع الصحي الليبي بالكامل. نعم. وكنا سابقين قبل حكومة ما يدعى بحكومة الوفاق أو غيره. جميل. نحن لا نحتد بهذه القرارات بشكل مباشر، نحن نتعامل مع الحكومة الشرعية، حكومة الليبية المؤقتة، أصدرنا قرارات سيبدأ. أنتم أكيد حتتعاملوا مع الحكومة المؤقتة لأنكم تتبعون للحكومة المؤقتة، ولكن سيد معتز يعني أنا سؤالي هنا خليني نتكلم معك بالفلاقي. هذا الموضوع أنا تكلمت فيه من حلقتين فاتوا. أنا قلت أول الطبيب والطبيب المساعد والعناصر الطبية المساعدة والأخوة في المعامل التحاليل ياما يطلبوا في زيادة المرتب. اليوم خذين اللي يبيه، اليوم مفروض يعطي اللي عليه. يعني هل يعقل أن الطبيب، مع احترامي ليهم والله ما حست لشيء، مرتبة 2800 دينار يا سيد معتز ويخدم يومين في الأسبوع في مستوصف ويمشي قام الساعتين ثلاثة ويروح، قبل يخدم يومين، اليوم بعد الزيادة هذه هل في أشياء أخرى حتترتب على هذا الطبيب؟ هل في تغير في جدول العمل؟ هل في أشياء حتتغير أم لا؟ فيما يخص كقرار 399 العمل بشكل يومي نعم. كل الإجراءات هذه مخالفة أنه يخدم يومين في الأسبوع أو غيره. فصلنا أصدرنا حتى قرار 399 أو قرار السابق 418 لا يجوز للطبيب العمل بالقطاع الخاص أثناء الدوام الرسمي. خلال جولة لوزير الصحة ومكتب التفتيش ومتابعة ثبت تواجد 57 طبيب في القطاع العام في القطاع الخاص أثناء الدوام الرسمي، تم فصلهم نهائيا ولا يتم إعادتهم إلا عن طريق وزير الصحة. نعم. فيما يخص الإجراءات القانونية، نحن لدينا إدارة تفتيش ومتابعة قام بدورة من خلال تفتيش على كل المرافق الصحية. نعم. فيما يخص قرار الذي صدر عن حكومة الوفاق بالزيادة تقدر ربما 200%. المعاون الصحي الذي لا يوجد في قانون الصحة العامة والقانون الليبي لسنة 73، قانون 106 لسنة 73 بزيادة مرتب المعاون الصحي اللي هو رتب أساسي معاون الصحي ومساعد الممرض. نعم. مرتب أساسي بين 400 إلى 1200 دينار ولا يوجد في القانون الليبي أساسا. هذا معاون صحي أدرج كمساعد الممرض واحترفوا به شرعيا في قرار 855 بزياده مرتبه الى رفعه الى 1200، في حين ان لا يوجد في قانون الصحه العامه ولا يوجد في قانون الليبي لسنه 73. فيما يخص قرار 399 سيبدا العمل به بتاريخ 1/1/2020، سيدرج ضمن الميزانيه العامه وهو قرار منصف لكل العناصر الطبيه بزياده استحقاقيه لهم طبقا لعملهم وفقا للشروط وفقا للمعطيات التي تصلح في القطاع الصحي الليبي. كان قرار واضح وكان قرار جلي، ولكن اصبحت القرارات لمكاسب سياسيه وهذا سيدمر القطاع الصحي الذي انهار منذ عام 2011. والان لا ندعي ان الوضع الصحي بامتياز، ولكن وفقا للمعطيات والمؤشرات الموجوده امامنا في مدن الشرق وربما جنوب ليبيا وبعض المناطق، هناك استقرار في القطاع الصحي، هناك خدمة تقدم خاصة بعد قرارات توطين العلاج بالداخل، هناك استشاريين من الخارج، أوفدنا العديد من العناصر الطبية، خففنا العبء على المواطنين، استجلبنا العديد من العناصر الطبية من الخارج في مركز بنغازي الطبي، أجريت 700 عملية قلب مفتوح خلال النصف الأول من عام 2019. نعم. 550 عملية قلب مفتوح للأطفال داخل ليبيا. ربما هذه كلها اعتقدناها داخل ليبيا وكانت كلها العلاج في الخارج، كان الشعب الليبي منقسم على مصر وتونس. الان نعم. توطين العلاج، الرعايه الصحيه الاوليه، خط الدفاع الاول. عن اي رعايه سيد معتز؟ انا اسف على المقاطعه. نعم. كلام جميل وكلام الواحد يفرح به، لكن عن اي توطين العلاج بالداخل؟ ان كان حتى الفاشه وحتى الابره الفاضيه المريض في سبها يجيب فيها من عنده. نتحدث عن بنغازي، وضع صحي بالمراكز الصحيه جيد،
البيضاء كذلك بعض المدن وتعتبر عواصم ومدن كبرى تماما، ولكن هناك مدن أخرى تتبع للحكومة الليبية المؤقتة، سبها تعاني. القطاع الصحي في سبها في حلقات ماضية تحدث المسؤول عن القطاع الصحي ومدير مستشفى سبها قال بأن الوضع أصبح كارثي، لا يوجد بالمستشفيات أي شيء له علاقة بالمجال الطب، لا روشيت لا فاشات ولا حتى انصولة للمريض ولا حتى إبرة. يعني المريض لما يدخل المستشفى يجي في معداته بالكامل. لا نستطيع القول القطاع الصحي هنا يتحسن في بعض الأماكن ومنهار في بعض الأماكن الأخرى، يعني لا نشمل كل المناطق يعني سيد معتز، هذا آسف على المقاطعة ولكن للتوضيح فقط. يعني نعود إلى سبها، ربما التركيز على سبها والجنوب الحبيب. نعم، فيما يخص سبها بعد دخول القوات المسلحة وتأمينها بالكامل استطعنا أن نتعامل بأريحية، مدينا جسور التواصل بقوة معهم. سبها فيما يخص تبع الأدوية، سبها تم إنشاء، وهذه أقولها ربما لا يعلم الكثير، تم إنشاء فرع لجهاز الإمداد الطبي، تم إرسال سبها الآن لديها فرع لجهاز الإمداد الطبي متكامل داخل سبها، ربما يزود هذه المراكز الصحية، هذه كلها حديثة ربما. سبها أؤكد أن الوضع الصحي فيها كان صعب خلال السنوات الماضية، تم صرف المخصصات المالية للمستشفيات من باب التطوير والتحسين والميزانية من باب الأول والثاني، وكذلك باب التطوير والتحسين، سيتحسن الوضع خلال الأيام القادمة، وأنا أؤكد هذا الكلام ولا وليس من باب ربما اطمئنان أهل سبها، إنشاء جهاز الإمداد الطبي وطمئن كل فروع، وهذه تعليمات معالي وزير الصحة وأيضا تصريح ربما إلى قناتكم، تم توريد أكثر من 120 حاوية من الأدوية المستلزمات الطبية. جميل جدا. سيتم توزيعها خلال هذا الشهر ربما بداية من شهر سبتمبر. أخبار حلوة. ربما غدا أو بعد غدا 120 حاوية. نحن نعمل ولا ندعي الكمال، ولكن الوضع ولا ندعي أيضا أن الوضع سيكون أكثر من 70%، ولكن نريد الاستقرار الوضع الصحي، نريد عودة القطاع الصحي بقوة من خلال العناصر الطبية، نعول على كل العناصر الطبية وخاصة بعد مغادرة العديد من الأطقم الأجنبية وخاصة الطاقم الكوري من الكفرة وغيرها، نقص هناك نقص العناصر الطبية، هناك العديد من القرارات استجلاب، أصدر مجلس الوزراء مشكورة السيد عبد الله الثاني قرار باستجلاب عدد من 500 عنصر طبي، ربما سيتم تخفيف العبء وتوطين العلاج داخل هذه المراكز. الأدوية المستلزمة الطبية سيتم توزيعها ربما خلال شهر 9 بتصريح معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، 120 حاوية ستغطي ربما 3 شهور لحين توريد ما يمكن توريده. مجلس الوزراء قائم بدوري من خلال اجتماعات متواصلة مع جهاز الإمداد الطبي، مركز سبها أنشئ فيها فرع لجهاز الإمداد الطبي، لا داعي إلى الذهاب إلى بنغاز أو غيره إلى مدن أخرى، مستحقات واستحقاقات سبها ستكون داخل مدينة سبها. والله نشاهد ربما وضع صحي من خلال افتتاح من يومين مركز صحي متطور داخل سبها، مركز سبها الطبي بدأ يستعيد حضوره بقوة من خلال العناصر الطبية، كما قلت لك هناك بعض نقص العناصر الطبية، تم عقد قرار استجلاب 500 عنصر سيغطي العجز الحاصل، ونتمنى دائما الصحة والسلامة لكل أهلنا في سبها، ونؤكد أن نحن قائمين بدورنا رغم الظروف رغم الصعاب ما تعانيه الحكومة الليبية المؤقتة من الاقتراض وغيرها، ولكن نعم. تم صرف جميع المخصصات المالية ربما خلال هذا الشهر يمكن مراجعتها، ربما صرفت بالملايين وليست أرقام هينة على هذه المرافق الصحية من أجل الرقي بالخدمات الصحية، وعلى الأقل نستطيع تقديم خدمة علاجية وإسعافية. معتز الطرابلسي مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الحلقة، وأتمنى أن تتكرر هذه الحلقات معك في الأيام القادمة للحديث عن عدة مواضيع تخص قطاع الصحة. مشاهدينا الكرام، أشكر في نهاية الجزء الأول من القضية الزميل طه مفتاح مراسل قناة ليبيا بدرنا، وأنتقل وإياكم الآن إلى الجزء الآخر من القضية. وادي البلاد هو أحد الأودية المتفرعة من وادي سوفالجين الذي يعتبر أطول وأضخم الأودية في ليبيا، حيث يمتد لمسافة 400 كيلومتر من جبال غريان ويصب في حوض البحر المتوسط لوادي البلاد. لوادي البلاد أيضا أهمية كبيرة، فهو حاضنة أشجار الزيتون والنخيل وكذلك القمح والشعير، وسيوله تساهم في زيادة مخزون الماء الجوفي. الإهمال جعل منه منطقة للحرائق المتكررة التي أكلت كما يقولون الأخضر واليابس. المزيد في التقرير التالي. وادي البلاد هكذا يسمونه،
ويعد أحد الأودية المتفرعة من وادي سوفلجين أكبر واد في ليبيا، الذي يمتد من الجزائر غربا ويمر بمعظم المناطق الوسطى، ولمدينة بني وليد ثلثان منه حيث تقع على ضفتيه. يشتهر وادي البلاد بزراعة القمح والشعير وأشجار الزيتون والنخيل والكروم، ويشتهر أيضا بسيوله في فصل الشتاء التي يستقبلها السكان بأجواء احتفالية، فهذه السيول تزيد المخزون المائي للمياه الجوفية بالمدينة. لكن فصل الصيف وإهمال الجميع وسلوك المواطن غير المسؤول لم تكن أسبابا رحيمة بهذا الوادي، فتكررت به الحرائق في أماكن مختلفة منه وعلى فترات متقطعة. الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة أتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالوادي، والتهمت المئات من أشجاره المثمرة التي أصبحت محض هباء. ليس الصيف فحسب السبب في حرائق وادي البلاد، فكذلك الإهمال وعدم الإحساس بالمسؤولية من قبل المواطنين الذين يشعلون سجائرهم في الهواء ويلقون بأعقابها مشتعلة في الوادي المليء بالحشائش اليابسة التي سرعان ما تحترق بمجرد شرارة. طبيعة الوادي الوعرة أيضا تقف عائقا أمام إسعافه حال اشتعال حريق هنا وهناك، فهيئة السلامة الوطنية لا إمكانيات لها، فليست لديها سوى سيارة واحدة. سبب اندلاع الحريق متوقعين في أي لحظة أن يحدث حريق. هالأعشاب المهملة اللي هي عبارة عن أدغال بجنب حولين الزيتونة وعلى مسطح كبير من الوادي، هذه سبب يعني في أي لحظة أي شرارة، أي واحد مار من الوادي تقع من شجارة وكذا، في حد يولع نار يحدث الحريق. من بيوصل الحريق للزيتون كله؟ هو الأعشاب هذية اللي ارتفاعها متر وهمالها كانت الحقيقة المزارعين يحرطوا في الزمن الأول، يحرطوا ويزيلوا في الأعشاب بعد الجفاف في مية الوادي مباشرة، ويفوتوا على الأعشاب أن هي تنمو وتكمل دورة حياتها وتترك زريعة وتكل البذور متاحها وتنمو من جديد وتتكاتف وتكون سدود نباتية مش أضغال على ارتفاع متر وقريب للزيتونة ولجذع الزيتونة. هذا اهمال من المواطنين انه حقيقه انهم هم يزيلوا هالاعشاب ويحرتوا على الارض حتى بدون زريعه، حتى بدون شعير ولا قمح وكذا، يحرتوها باش الاعشاب يفوتوا على الاعشاب انها تنمو بكميات كبيره. فيها اشجار نصف تضرر جزء يعني عن طريق صهد او وهج النيران اللي في جنب الزيتونه، يصير في وهج والحراره مرتفعه فتجف الاغصان بسيطه وتجف الاوراق، لكن ما هي جفاف كامل، جفاف بسيط يمكن تقليم بسيط او تقليم خفيف نسموه في التقليمات، نعملها تقليم خفيف ونزيل منها الجفاف ونستأصل الجفاف الى غايه الخضوريه الخضرار. اما قطاع الزراعه والثروه الحيوانيه بالمدينه فيفتقر هو الاخر الى عدد من الاحتياجات الضروريه التي تساهم في تفعيل دوره بالشكل المطلوب بتوعيه وارشاد المواطنين في مختلف المواضيع والقضايا ذات العلاقه بالزراعه. وللحديث أكثر معنا عبر الهاتف المهندس عثمان الشيباني رئيس جمعية أصدقاء الشجرة ببن وليد. باشمهندس عثمان السلام عليكم. مرحبا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، حدثنا أكثر عن ما حدث تحديدا بالوادي وما هي الظروف والأسباب لحدوث ما حدث هذا. اولا مساء الخير ليك ولجميع مشاهدي قناه لي روح الوطن. اهلا وسهلا بك، وبالاخص برنامج الخدمي، برنامج موطني. اهلا وسهلا بك. طبعا وادي البلاد هذا يعتبر هو له رمزيه ودلالات تاريخيه لاهالي مدينه بن وليد. نعم، فهو يعتبر تاريخي يعني من ناحيه تاريخيه، يعتبر الموطن الاساسي والاصلي لاهالي مدينه بن وليد في الماضي والحاضر والمستقبل، وهو مصدر رزق اساسي. نعم، للفلاحين والمزارعين والمربين الحيوانات مختلف انواعها في هذا الوادي الكبير. نعم، سؤالك استاذ عماد. سؤالي استاذ عثمان، يعني هذه الاضرار هل هي اضرار كبيره جدا؟ كم بلغت يعني المساحه تحديدا التي حرقت من الوادي البلاد؟ هو طبعا وادي البلاد طبعا هو اكثر الغالبيه العظمى باستثناء كميات بسيطه من اشجار النخيل، الباقي كله وادي البلاد مشهور بشجره الزيتون، هذه الشجره المباركه
التي ذكرت في القرآن الكريم أكثر من 8 مرات بالإضافة لحديث النبوي الشريفة، وفيه الأصناف ممتازة جدا وقد نادرة، يعني ما هيش موجودة في أغلب مناطق الوطن في ليبيا. بالنسبة للأضرار طبعا المساحات هو فيش تقديرات، يعني نقول لك ولا تخلنا في أماكن مختلفة، يعني في جيلي مساحات تلقاها مثلا اللي تم حرقها مثلا تلقاها حوالي نصف هكتار، في مساحات بالهكتار، في مساحات حوالي 3 هكتار، لكن في المجمل حوالي 15 ل 20 هكتار اللي تم حرقها، لو تجمع المساحات اللي تم حرقها سواء كان يعني أرض بور غير مستغلة حاليا في هذا الموسم نظرا لعدم سقوط الكميات من الأمطار، بالإضافة لأشجار الزيتون، هذه أشجار الزيتون في بعض منها معمر يصل إلى أكثر من 400 سنة من عهد حكومة بنت الفيل، وفي اللي قاموا بغرس المواطنين في السنوات الأخيرة الاهتمام بشجرة الزيتون وانتاجية الزيت وارتفاع أسعاره، وأصبح يعني مربح، يعني أنك تدير مزرعة نتاع زيتون أو شجر زيتون وتطلع من إنتاج وتبيع. فطبعا اضطرت مساحات كبيرة من وادي البلاد والحرق، وزي ما شفنا في التقرير اللي عدوا الإخوة هنا في فرع بن وليد للقناة. نعم. مساحات كبيرة تعتبر هذه خسارة، طبعا خسارة الدخل. الأسباب في وجهة نظرك باشمهندس يعني. نعم. الأسباب في وجهة نظرك. الأسباب طبعا متعددة، أولا السبب اللي هو الإهمال، الإهمال نعم. من المواطنين والناس اللي يرتادوا الوادي مثلا، أنت عارف هو يعتبر هو متنفس يعني لأغلب الناس في الفترات المختلفة، سواء كان في خصوصا في الفترة المسائية وكذا الناس ترتاد وادي البلاد، ولكن يعني في إهمال اللي يقوم بعملية الطهي أو كذا في اللي ما يعني ما يصيب في النار وينوض بالضبط. ايوه فهذه واحده من الاسباب، بالاضافه للحاجه الثانيه اللي هي طبعا انت عارف يعني الدفاع المدني امكانياته ضعيفه، ممكن سياره وسياره يعني قديش بتغطي انت وادي البلاد حوالي 40 كيلومتر يعني مزبوط. 40 كيلومتر يمتد على ضفاف الوادي السكان، فطبعا سياره واحده مرات يعني ما يقدرش يلحقوا، ولكن مجهودات المواطنين الناس او تحاول لما يكون في حريق ولا كذا تحاول سيارات الشحن المياه وغيره ومجهودات فرديه، ولكن الاطفاء بشكل علمي ودقيق نعم. يعني جماعه هيئه السلامه المدنيه حوالي عندهم تقريبا عندهم سياره وغير مجهزه على اساس يعني صحيحه وكذا. الحقيقة الحاجة الأخرى نتمنى من الإخوة في الشرطة الزراعية في مدينة بن وليد الضبط والتحري نعم. ومراقبة الوادي مراقبة دقيقة يعني، وفتح محاضر يعني في حتى في الناس اللي مشتبه فيهم، أو المهم يعني توثيق الحالات هذه الحالات لأنها مهمة جدا في المستقبل يعني. نعم المهندس عثمان يعني الشيبان يعني بارك الله فيك وشكرا على هذه المعلومات القيمة وهذه التوضيحات. المهندس عثمان الشيباني بارك فيك، عضو رئيس جمعية أصدقاء الشجرة ببن وليد. مشاهدينا الكرام في ختام الجزء الآخر من القضية، الشكر لمراسلنا الناير اليعقوبي على هذا التقرير وهذه المتابعة. تنتهي حلقة اليوم، كل عام وكل مشاهدينا وكل أهل ليبيا بألف خير بمناسبة السنة الهجرية. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. ذات الجمال أراه الحب مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق محتملا، كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا. يا ليبيا ألما أهدي إليك حنايا الروح والقبلا.